مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. حلقة بداية الأسبوع من البيت الكبير. أكيد كلنا زعلانين طبعا. تعادل فرقتنا امبارح مع فيتا كلاب 2-2 في سيناريو، أعتقد سيناريو غريب جدا جدا وصعب جدا يتكرر في الكورة. سيناريو بدأ في الشوط الأولاني، النادي الأهلي ضاغط بكل خطوطه، فرص ضايعة كتير جدا جدا، وإذا وإحنا بنهاجم ومتصدرين المشهد هدف غريب جدا يخش في النادي الأهلي نتيجة خطأ دفاعي. الشوط الثاني ضغط عالي جدا، النادي الأهلي بيعمل كل حاجة في الكورة إلا إحراز الأهداف، فرص تانية ضايعة كتير جدا، ولكن البدلاء عندنا طبعا محمد شريف ومروان محسن بيجيبوا هدفين في اللحظة اللي اطمئننا فيها كلنا كجماهير النادي الأهلي إن إحنا حصدنا الثلاث نقاط في مباراة صعبة جدا. نفاجأ بالسيناريو الأصعب، ضرب الجزاء من وحي الخيال بتخلي النادي الأهلي يتعادل في مباراة مهمة جدا جدا مع فيتا كلوب. كل النقاط ديت هنشوفها مع حضراتكم، هنتابعها مع حضراتكم بالتفصيل. كمان السيناريو الأهم، إزاي إن شاء الله النادي الأهلي يكون أو يتأهل لدور الثمانية، ده كمان موضوع مهم جدا. هنناقش موضوع مباراة النادي الأهلي مع فيتا كلوب بالنواحي الإدارية، اللاعبين، النواحي التحكيمية، والأهم كمان سيناريو إن شاء الله وصول النادي الأهلي لدور الثمانية. كل ده من خلال النهاردة حلقتنا في البيت الكبير، ومن خلال ضيوفنا اللي مشرفينا النهاردة في الفقرة الأولى. معانا الناقد الرياضي ومحلل الأداء الرائع كريم سعيد، في الفقرة الثانية كمان واحد من نجوم النادي الأهلي في الثمانينيات وراجل صاحب إنجازات كبيرة جدا على المستوى المحلي وعلى المستوى الأفريقي، الكابتن محمد عامر. هنتكلم مع كريم والكابتن محمد عامر على إن شاء الله مشوار النادي الأهلي بإذن الله والوصول لدور الثمانية.